قال الجهاز المركزي المصري للتعبئة العامة والإحصاء اليوم إن عجز الميزان التجاري هبط على أساس سنوي إلى 3,222,000,000 دولار، وذلك في أكتوبر، حيث ذكر جهاز الإحصاء في بيان له أن الصادرات قد انخفضت ب 2% إلى 1,000,000,000 دولار في أكتوبر. وذكر جهاز الإحصاء في بيان له أن الصادرات أيضا انخفضت 4.4% إلى 2,039,000,000 دولار في أكتوبر، في حين تراجعت قيمة الواردات 22.6% إلى 5,061,000,000 دولار. وبحسب جهاز الإحصاء فقد تراجعت واردات المنتجات البترولية 23.5% والمواد الأولية من الحديد والصلب 36.4%.